شباب شو يلا جو. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم الحديث والله ذو شجون، وموضوع التحرش مع التربية حاولنا نغطيه بقدر الامكان. وش رايكم في الموضوعين؟ طبعا هي الموضوعين مكملة لبعض، يعني او احد جوانب التربية هو تعريف ابنائك، ما لهم وما عليهم وايش يسوون في حال التحرش. كثير منا اليوم يغفل جوانب مهمة في التربية. خلاص ولا في بعد شيء؟ روحنا نسليك يا اخي. دقيقه حتى تفضل الاستاذ عبد الله الطياش، فقره وقتك بس تفضل. انت لا تسال، لا ما راح، لا لا ما راح، هو كان تسليك لان عبد الله لو ما قلت حاتم بيقدم وقتك. لا لا والله ما قدم، استغفر الله. اتوب الى خلنا كمل ناكل ناكل حلا تمريه. بس حلا تمريه بسم الله. شوف بعينك فيها اصلا ناس قوم ترضان ما بيروح. خليك كمل. والله جميل. كمل خلاص خلصت يا ابو سلمان. انا ما ادري خلصت. الله يسعدك. والله ما بعد كلامك شيء ترى. الله يسعدك. لا 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 بعده بعده بعد عشاء وبعد امور طيبه. يلا روح على عبد الله، احنا ننتظرك. يلا عبد الله يلا بسم الله نبدا الان. يعني يبدا الان الوقت يخرج على الشاشه باذن الله. ها اللي ودكم. انا جيت هنا عشان اشوفك كنت واقف. ما ادري تتكلم من جاز. لا وقف. على وقفتي على جلستك هنا ابشر. انا جيت في الزاويه عشان اشوفك. شكرا لك جميعا. هذا هلا والله. تعرفون شراسه انتم معطيني ولا شيء؟ والله تمرين. والله شوف يعني هو يعني كلام الله من الخاطر. انا يعني الامانه يعني ما عديتها ذاك الاعداد المضبوط يعني. اتى المحل. لكن اللي في الخاطر حطيته في هالورقه وبنسولف. تشكر والله لان ما بلغتك انا الا قبلها فتره خمس دقائق كانوا 10 دقائق. تفضل. أنا والله يعني حطيت عنوان اسمها اللذة الجميلة، وذكرت يعني عدد من النقاط اللي إذا ما وجدتها يعني وحرصت عليها ستكون عندك يعني لذة جميلة. اللذة الجميلة إذا عرفت المعنى الحقيقي لإيقاظ نفس وانتشال حلم، زين، وبعث روح. أجمل ما فينا كبشر لساننا، نقدر نقول الكلام الحلو والكلام اللطيف. فمتى ما استطعت في انه تعطي الاخرين وتبعث فيهم هالروح الجميله وهالكلمات الطيبه، هذا بحد ذاته تكفي وكثر خيرك، ما قصرت. اللذه الجميله اذا عرفت ان ملامح من حولي تنطق بما لا يبوحون به. قد انا اشوف حاتم عيونه تتكلم، يعني لغه جسده تتكلم، محتاج احد يواسيه يجلس معاه يحاول يستنطقه بالكلام اللي موجود في داخله. هذا يقول كثير يعني بعض الناس لا يجي ترجمة الكلام اللي في داخله إلا إذا كان شخص يعني جنبه يبدأ يعرف الكلام اللي عنده. اللذة الجميلة إذا ما عرفت أن بعضهم من الناس يعني اللي يصنفون من الوقاحة أنه يتحدث ويبتسم أمامك، ولكن أنت على علم ودراية بأنه يأكل من لحم جسدك حتى جف لسانه. والاستهانة أنه أنك تعلم بكل ذلك، تمام، وأنت تبتسم. اللذة الجميلة إذا سمعت آراء الآخرين ولا تصادر رأيهم أبدا. هذا الكلام موده والنقطة هذه. جميل جميل والله. جميل والله. زين والله عيدها بروزها حطها. لا تحاول يا حاتم يا صديقي يا عزيزي مصادرة المرحبين رأي الآخرين ولا تفرض رأيهم إيش من ستار النصيحة. للأسف أن النصيحة حطيناها شماعة نجلد في اللي قدامنا ونعطيه على سبيل النصيحة، وهذا كذب وافتراء، تمام، وقد يكون هذا حط على الـ يعني الـ العلم والمؤلفات يعني عند طيب اللذة الجميلة إذا عرفت أن الدنيا لها قانون اسمه قانون الدوران. أمرين، إما خير يجيك أو شر نويت فيه فينعكس عليك. خلها قاعدة، الدنيا تدور، اللي على قولتهم ما جاك اليوم بيجيك بكره. فلذلك انت من شر فشر. ايوه، فلذلك انت يعني عشان تشعر باللذه احسن صنع ما تود ان يعود اليك. النقطه ما قبل الاخيره عشان ننتقل للعشاء. اصحاب الاحلام الكبيره عندهم لذه جميله. وش اللذه؟ انهم ما تهمهم متاعب الطريق ولا طول المسافه الى ان يصل للذه المنشوده وهو تحقيق حلمه. انا ودي انه يعني انا استعرت بيت شعر عامي انه يعني ودنا نجعله انشوده الصباح مثل ما يقال. افرد يدينك للصباح وتبسم، قل للحزن مالك من احلامنا شيء، خلاص
خلاص يمني هو بيت واحد. عد مرة ثانية. رجع الصدى، أنا أول مرة استحمل صدى يا شباب. صدى يا منيب. منيب صدى. افرد يدينك للصباح وتبسم. في صدى؟ قل للحزن، قل للحزن، قل للحزن، تمام؟ لا لا مضبوط. مالك من أحلامنا شيء. يا سلام. نختصر الموضوع. كمل الشطر إلى ما يعني قال الشاعر. أنا ودي أختصر الموضوع بثلاثة دروس أساسية. الدرس الأول، لا تقف بين الناس وبين الله. اللي بين يعني الناس الواسطة التعبير الوكالة ما في. لا تقول لي أنا ما أنت اللي فهمت هذا الشيء. أنا أقول شيء. نعم. الدرس الثاني يقولك ليست الأمور كما تبدو عليه غالبا في الظاهر. فهو هنا يعني استجهد بقصة الكاتب أنه كان في مدرس في أحد الدول الأجنبية كان يلبس ساعة نسائية وكان محط سخرية للطلاب والطالبات، إلى أن إيش طلع؟ طلع هذه ساعة بنت الوحيدة اللي توفت وهي غرقانة بالمسبح. فيعني أحيانا قد يكون الظاهر غير اللي موجود في الباطن. الدرس الأخير أنه العشرة الطويلة تمام لا تصنع الصداقات. يا حاتم عطنا العلاقة ما بين الخشب والمنشار، ينشر فيه ليل نهار، المسمار والشاكوش أو المطرقة نفس الفكرة، اللي هذا يسمونه المجل والقمح نفس الفكرة. ولكن مع هذا الشيء جانا كراسي، جانا طاولات من الخشب، القمح، جانا الخبز، جانا المعجنات، وجانا أشياء كثيرة. فلذلك أنت دائما أعطي أعطي أعطي، لا تبخل أبدا. فلذلك أنت خصوصا في عمل الخير اصنع الخير والقهوة عند البحر. الله يعطيكم العافية. الله يعطيك ألف عافية. وفقرة جميلة من الأستاذ عبد الله الطياش كان محورها افعل الخير وخله لا تلقه.